اليوم كان الإعلان عن تطبيق أموالي ضمن منظومة تقدمها شركة تحالف ضمن عقود مع جهات حكومية ومع البنك المركزي الموريتاني. كانت اليوم عبارة عن الإعلان وتقديم شركة تحالف السوق الموريتانية. القادم هو إطلاق هذا التطبيق وإتاحته للمستخدم الموريتاني وتمكينه من إجراء عملياته، دفع فواتيره والقيام بالسحب والقيام بالإيداع، وهذا خلال الأسابيع المقبلة. نحن أعطينا في المخطط الأعمال خلال الشهر، ونتمنى ونعمل جاهدين أن يكون أقل من شهر إن شاء الله، والتطبيق لدى الموريتانيين ويقومون بتنفيذ معاملاتهم من خلال هذا التطبيق. بطبيعة الحال جاء أيضا جديد في هذا التطبيق هو الدفع والتجارة الإلكترونية العالمية، تطبيق لدفع سيمكن الموريتانيين من الدفع لأمازون ولسوق ولنون.com. كل هذه التطبيقات ستتيح للموريتانيين من خلال تطبيق أموالي باستخدام محفظتهم لتصبح محفظة عالمية بدل المحفظة المحلية. أيضا ستمكنهم من إدخال عملات متعددة في محافظهم في مراحل لاحقة، ونحن نعمل على أن تكون أول دخول للتجارة الإلكترونية عن طريق تطبيق أموالي الذي يتمتع. هذه محفظة الدفع هذه موجودة في الإمارات العربية المتحدة وتتمتع بالكفاءة وتتمتع الجاهزية لتنفيذ هذه الطلبات. نحن نعمل عليها حتى قبل الإعلان وما أخرنا بفترة زمنية نحن راضون عنها من أجل أن يكون النظام بطبيعة الحال يقدم كل ما لديه ويكون مميزا، ونجيب على السؤال ما الذي أضفتم وما الجديد.